السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيب لكم جهاز لا غنى عنه للرحلات للسيارة. طبعا الجهاز مفيد جدا لأصحاب الرحلات السيارة الحالات الطارئة. زين إنه وزنه خفيف وله جراب، أول ما بطلناه من الكرتون له جراب وكتالوج، أنا ما أحتاجه بس بطلنا حطيناه في الجراب. جراب خلق حلو حق الرحلات وحق الحالات الطارئة للبنشر التواير، عبارة عن منفاخ هواء. هذا حجمه، منفاخ هواء طبعا ينفخ بالطرف هذه. طبعا مع المنفاخ تجي العدة، هذه هي في لها عدة حق الكرتش. طبعا الكرتش من هنا تحت في قطعة تبطل هنا حق الكرتش حق اليو اس بي، وفيه حق الكورة حق السيكل. هذا هو، هذه حق الكورة وهذه حق الإبر الخاصة للسيكل أو للدراجة، الأشياء اللي ممكن تستعملها. هذه تشوفونها واضحة، هذه هي. طبعا تركب هنا في حالة انك بغيت هذه الوصلة تركب هني. هاي تركب الابرة السيكل، تبي حق الـ الكورة، هذه هني حق الكورة. طبعا هاي حق الكورة تركب حق كرة القدم منفاخ. طبعا تشغيل الجهاز جدا سهل. هذه زر التشغيل اللي في النص، هني نختار نوع الـ النفخ، وشو سيكل دراجة أو سيارة كورة، وهني تختار نوع البي سي اي ايش كثر تبي تنفخها، 50 60. بعد ما تخلص تضغط على اللي في النص يشتغل. هلا نحس في الهواء هني خفيفة الوزن، مو مزعجة، صوتها حلو، صوتها تغير. حق السيارة غير، في زين فينا إضاءة، يمكن في الظلام ولا شيء، هاي الزر هني حق الإضاءة، نشغل الإضاءة، الليت، والأشياء هذي هني. طبعا كم قوة الهواء اللي تبيه. وجهاز جدا ممتاز ينفع للسيارة، ينحط في درج السيارة. بعد ما تخلص طبعا نفك ال هذا كامل، بعد ما نفكه نحطه في الجراب، ينفك نحطه في الجراب ويتسكر وينحط هنا. خلاص الحين تسكر. شكرا، اتمنى ينال اعجابكم. حلو، سعره تقريبا 250 ريال، صناعته اعتقد الصين، وحلو. هاي تحذيرات، وهذه جهاز جدا جميل لا غنى عنه للسيارات بدرجة السياره.